كما التقى ولي العهد اليوم صاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن رئيس وفد المملكة المغربية، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية 14 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الدولة للشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبد الله الغريري.